فيما يتعلق بشؤون أفريقا، احنا كما هو معروف جماعة العدل والإحسان من طبعها أنها لا تولي للشوشرة وللتشويش أي اهتمام. هذا المقال فقط الجماعة اكتفت بتوضيح لا أقل ولا أكثر، أما هو في حد ذاته هذا المقال لا يستحق أي التفات، خصوصا أن ممن انبروا للرد عليه أقوى من الجماعة ناس آخرون من خارج الجماعة، وشهدوا أولا بالمواقف الثابتة لسلمية الجماعة اللي جهت المقال باش يطعنها في السلمية ديالها ويربطها بالإرهاب إلى غير ذلك، ثم من جانب آخر تفاهوا وسفهوا هذه المعطيات التي لا يمكن أن ترد على عقل أي باحث أو صحفي ناهيك. ليلى كان فعلا كنتكلموا على واحد المجلة اللي عندها تاريخ وعندها هذا، فهذه نغمة نشاز. طبعا احنا بالنسبة لنا ليست بريئة، فقلنا كلمتنا والشعب والعالم يعرفنا بممارستنا وفكرنا، وليس في حاجة إلى مثل هذه الشوشرة. هذه أيضا محاولة بائسة وغبية وساذجة، ما ممكن تسميها من اللي بغيت تسميه. أولا لأنها خارج السياق، أنت كتجي كتهم واحد الطيار اللي مشهور عالميا ومعروف ومبادئه معروفة واحتك بالواقع احتكاك لمدة قرابة نصف قرن، ولعرفه القاصي والداني وهو شاهد، وماشي تنظيم سري أنك تتهمه باتهامات ساذجة وباطلة. هذا ما والدليل على ذلك هو ان الجريده في حد ذاتها راه نشرت الرد ديال الجماعه في شخص المسؤول على العلاقات الخارجيه استاذ حمداوي، ووضح بشكل بارز. ثم ماشي غير رد الجماعه اللي مهم، هو ايضا ردود التي خلقها هذا المقال في صفوف كثير من الفضلاء والنزهاء في المغرب اللي ردوا باشكال مختلفه على هذه الادعاءات الباطله، واللي تعتبر زعما تعبير عن عجز وسذاجه ديال هاد الناس هذو اللي الذين يعادون هذا المشروع ديال عبد الاحسان. اين زان الافعى هي تغير جلده، ولكن طبيعته وهويته تبقى دائمه ومستمره. المشكل ماشي في الافعى، المشكل في من يعتقد بان الافعى قد تكون لطيفه وقد لا تكون مسمومه وقد لا تلتف على خصمها لكي تلتهمه او تعضه فتقتله، هذا هو المشكل. شكرا. شكرا جزيلا. نفي العنف عن الجماعه لا يحتاج الى تبرير. بامكانك ان تخرج الان الى الازقه، إلى الأحياء الشعبية، إلى المنتديات، إلى المقاهي، إلى جميع الفضاءات التي يلجوها أبناء هذا المجتمع. سألهم عن العدل والإحسان والعنف، يجيبونك بسهولة بسرعة على أنها جماعة تنبذ العنف، لا تقترب له لا شكلا ولا مضمونا. رحم الله السي عبد السلام لما قال ولما أتت لهذا المشروع باللاءات الثلاث ومنها لا للعنف. أنا لا أعتقد على أن هذا الاتهام سوف يأخذ من الجماعة شيئا أبدا، هذه رصاصات فارغة تضرب في الهواء.